بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حادي الركب عرج نحو ناديه، وأفرح القلب من رؤيا بواديه. حملت أشواقي الحرة معطرة إلى حبيب بنى دنيا محبيه، روحي فداه فهل ترقى لمنزلة تكون تحت رسول الله تفديه. فاللهم صل على المبعوث للعالمين رحمة. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون. هذا البرنامج الذي نصحبكم فيه طيلة شهر رمضان المبارك مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد الغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء، ومدير عام مركز وبحوث ودراسات المدينة المنورة. فأهلا بكم أيها الأكارم، ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة: 04-830-2674، ومن خارج المملكة العربية السعودية 00-966-483-02674. السائحون لنسمو بأنفسنا روحيا ونعلو بها إيمانيا، ولأنه وكما ذكر ضيفنا في حلقة سابقة أن النفس إن لم تشغلها بحب الله وطاعة الله شغلت بغير ذلك. أحببنا أن نكمل سياحتنا هناك في الملكوت الأعلى بعد أن تحدثنا عن العرش، فحديث حلقة اليوم هو الملائكة، ذلك العالم الملائكي النوراني. فأهلا بكم أيها الأكارم، حياك الله يا شيخ صالح. حياكم الله أستاذ المعطي، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. شيخ صالح، ابتداء كانت رغبة منك خاصة يعني شخصية من أن تكون اتصالات المشاهدين من بداية الحلقة، كان المخطط له أن تكون في النصف الثاني من الحلقة، لكن أردت أن تكون من بداية الحلقة، وانهالت علينا الاتصالات بشكل كبير ونحن في اليوم الرابع من المشاهدين، حتى لم نستطع إرضاء كثير منهم. فما سر الرغبة المتبادلة بين الطرفين يا شيخ؟ نسأل الله التوفيق، الله يعين. اللهم آمين. بعد أن حلقنا في سماء العرش نتدارس اليوم عالم الملائكة. نعم. الذين يعيشون الملكوت الأعلى والمحل الأسنى. عليهم السلام. راجين أن يكون في دراسة عالمهم ما يسمو بأرواحنا ويزيد التقوى في قلوبنا. بداية الحديث عن خلقهم وبعض ما أفأه الله عليهم جسديا، وحبذا لو تكرمت وتعرضت إلى خلقهم مقارنة بخلق الإنس والجن. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فإن الله جل وعلا وحده من يخلق ووحده من يرزق، تبارك اسمه وجل ثناؤه. وثمة ثلاث عوالم أفأ الله جل وعلا عليها بنعمة العقل، هم عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن. ومع ذلك ثمة فروق في أصل خلقهم، وثمة فروق فيما كلفهم الله جل وعلا بهم. وإن كان حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيخصص عن عالم الملائكة، لكن نبدأ أولا كما ذكرتم في قضية خلقهم. الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن كيف خلق الملائكة على كثرة ما جاء في القرآن من شريف ذكرهم عليهم السلام، لكنه جل وعلا ذكر خلق الإنس وذكر خلق الجان. قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فبينت الآية أن بني آدم خلقوا من صلصال من حمأ مسنون، وهذا إحدى مراحل خلق بني آدم، فإن الأصل في خلق بني آدم خلقوا من تراب، ثم تلك القبضة من تراب مزجت بالماء فأصبحت طينة، ثم ذلك الطين ترك دهرا فأصبح صلصالا من حمأ مسنون. والجان كما قال ربنا: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. إذن اتضح من قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون،
وقول ربنا والجان خلقناه من قبل من نار السموم، خلق الإنس وخلق الجان، بقي خلق الملائكة. قلت هذا لم يذكر في القرآن، لكن قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: خلقت الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور. فالملائكة خلقت من نور، وضدها الجان خلقوا من نار، بينهما بنو آدم خلقوا من التراب. نعقد المقارنة ثم نفي الملائكة. بالنسبة لنا هذه العوالم الثلاث، نحن معشر بني آدم لا نبصر الجن ولا نبصر الملائكة، فهما يتفقان بالنسبة لنا أنهما لا يريان، لكن الجن يتفقون معنا في أننا ومعشر الجن مكلفون، في حين أن الملائكة لا تكليف عليها، فنحن والجن مكلفون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يعني يا شيخ، التقاطع بين الملائكة والجن هو عدم الرؤية، وعدم الرؤية، والتقاطع بين الإنس والجن هو التكليف، في التكليف. نعم. في التكليف. وأما الملائكة فغير مكلفة. عظيم خلقهم هو ممتاز به، قال أصدق القائلين: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل، عظم خلق جبريل قد سد الأفق، له 600 جناح. وجاء في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. في رواية صحيحة لابن أبي حاتم للحديث نفسه: خفقان الطير 700 عام. هنا ننخ المطاير لنسمو بأنفسنا روحيا. فإذا كان واحد من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وهو أحد من يحملون العرش، فكيف برب العرش جل جلاله؟ نقول سبحانه وبحمده: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا ريب أن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. هذه الخلقة التي أتاهم الله إياها لها لوازم، منها أنهم لا يتناكحون، في حين أن الجن والإنس يتناكحون. قال الله جل وعلا عن الجان: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. فقوله جل وعلا أولياء تتخذونه وذريته بيان أن الجن يتناكحون فيما بينهم، وفي الإنس ظاهر كذلك. لا يأكلون ولا يشربون، لا يأكلون ولا يشربون، مع أن الجن والإنس يأكلون ويشربون. بما أنهم لا يتناكحون لا يتناسلون، أي الملائكة، بما أنها لا تتناكح لا تتناسل، وبما أنها لا تتناكح ولا تتناسل لا توصف لا بذكورية ولا بأنوثية، لا بأنوثة ولا بذكورية. ولذلك افترى مشرك العرب الأوائل على الله جل وعلا الفرية يوم أن زعموا أن الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ربنا يقول: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هذه الإطلالة العامة على خلقتهم آتاهم الله معها قدرة على التشكل، آتاهم الله معها قدرة على التشكل. هؤلاء الملائكة عظيم الخلقة جعلهم يسند إليهم جلائل الأعمال والمهام. فمنهم حملة العرش، ومنهم من يطوف حول العرش، ومنهم من يؤكل بالعذاب، ومنهم من يؤكل بالقطر كما سيأتي تفصيله. والمقصود هذه إطلالة عامة على خلق هؤلاء المباركين عليهم السلام. لا شك هناك مشاهد عظيمة في إذا ما تحدثنا عن خلق الملائكة الكرام. إن كان أحد حملة العرش ما بين أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، وفي الروايات أن جبريل عليه السلام عندما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يهلك قوم لوط عليه السلام بطرف جناحه حملها قلب تلك القرية، مشاهد عظيمة شيخ.
شيخ ذكرت أن لهم قدرة على التشكل، نعم. هل من توضيح أكثر في مثل قدرة على التشكل قائمة بإذن الله، والجن كذلك لديهم القدرة على التشكل، لكن بعض أهل العلم يقول، وهذا حسن جدا، أن هناك فرق، بمعنى أن الملائكة أعطيت القدرة على التشكل، لكن القدرة على لكن الصورة التي يتشكلون بها لا تحكمهم، في حين أن الجن تحكمهم الصورة. سنبين. ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أبو سعيد الخدري أحد الصحابة معروف، كان يصلي في بيته فجاء أحد الناس يزوره، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو سعيد يصلي وفي عرجين البيت حية تدب، فالضيف قام فزعا يريد أن يقتل الحية، أبو سعيد وهو يصلي أشار إليه أن اثبت مكانك، يعني لا تفعل، فثبت. فلما فرغ أبو سعيد من صلاته تعجب الضيف من فعله، فأخذه أبو سعيد بيده وأخرجه خارج الدار، ثم أشار إلى دار غير بعيدة عنه من دور الأنصار، قال: ترى تلك الدار؟ قال: نعم. قال: إنها كانت لأخي لنا معشر الأنصار، شاب حديث عهد بعرس، فلما كان يوم الخندق كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يستأذن، لأنه حديث عهد بعرس يعني بزواج، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة. فأخذ سلاحه، فلما قدم الشاب إلى الدار وجد عرسه زوجه خارج الدار، صابته الغيرة، حديث عهد بعرس، سل سيفة سل رمحة، المرأة هدأت من روع زوجها بعلها، أشارت إلى داخل الدار، يعني لا تلوم لا تعجل أدخل. فدخل فوجد حية قد التوت على فراشه فطعنها، قال أبو سعيد رضي الله عنه: فلا يدرى أيهما أسبق موتا، الشاب أم الحية. نستنى منها موضع الشاهد، وهو أن الجنية تشكل في الحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا فقال: إن في المدينة إخوانا لكم من الجن. فالحية لما تشكلت، الجن لما تشكل على هيئة حية وطعن مات. هذا لو قدر أن ملكا تشكل على أي هيئة لا تحكمه الصورة، لا تحكمه الصورة. أظن المثال اتضح. جبريل عليه السلام تشكل في هيئة شاب تام الخلقة لما أتى مريم، قال الله جل وعلا: فتمثل لها بشرا سويا. وجاء إسرافيل وميكال وجبرائيل معهم إلى إبراهيم عليه السلام بصورة ضيفان ورجال عابرين فأكرمهم، وجاءوا إلى لوط في صورة شباب مرد ففتن بهم قومه. هذا كله من دلائل تشكل الله الملائكة جل وعلا الملائكة من القدرة على التشكل. نعم. ذلي باتصال، نعم. أخونا ياسر من الرياض، تفضل. أخو ياسر من الرياض تفضل. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. الشيخ اسمعك يا ياسر. الله يحفظك يا شيخ، الله يجمعنا فيك يا شيخ جنات الفردوس. آمين الله آمين. الله يحفظك يا شيخ صالح. أنا عندي سؤال بالنسبة للآية: ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها. نعم. يعني هل هذه الآية معناها أنه يعني هذا، وفي بنفس الوقت يقولون الموحد يعني ما يخلد في جهنم، فأبغى توضيح يا شيخ. نعم. الله جل وعلا يقول: ومن يقتل، في اتصال ثاني ولا أجيب؟ لا لا تفضل يا شيخ. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والآية من سورة النساء، ومعنى الآية تجري مجرى الوعيد أنه خالدا، أن من قتل نفسا بغير نفس بغير حق نفسا مؤمنة فهو مخلد في النار، لكن هذا الخلود إلى أبد، إلى حين، ليس إلى الأبد إنما إلى حين، لدلالات نصوص أخر تمنع خلود أهل التوحيد في النار، منها قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أن رجلا قتل 99 نفسا، وفي آخر الحديث: فأخذته ملائكة الرحمة. فبآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبحديث أبي هريرة هذا، ذهب العلماء رحمهم الله إلى أن هذا مخصص للآية، بمعنى مقيد لإطلاقها، بمعنى أوضح في التعبير
أن خلوده في النار إلى أمد معين ما دام قد مات دون أن يشرك بالله شيئا، هذا هو الحق. ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما القول بخلوده محتجا بالآية، لأن الآية في سورة النساء وهي من آخر ما نزل، لكن نقل كذلك في بعض الروايات أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تراجع عن قوله هذا. وأيا كان إثبات تراجع قوله أو لم يثبت، فإن جماهير العلماء من السلف والخلف على أن خلود أهل التوحيد في النار محال والعلم عند الله. لكن ينبغي أن يعلم أن قتل النفس بغير حق جرم، وأي جرم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وحتى لو قتل القاتل وأجري عليه القصاص فإن هذا لا يسقط حق المقتول، فإن القاتل إذا قتل يتعلق به حقوق ثلاثة: حق لله وهذا يسقط بالتوبة أو يسقط بعفو الله، وحق لأولياء الدم وهم مخيرون بين قبول الدية أو المطالبة بالقصاص أو العفو، وحق للمقتول وهذا يكون يوم القيامة يأخذ بتلابيب أخيه ويقول: أي رب سل عبدك هذا فيما قتلني، أسأل الله أن يحفظنا. آمين. معنا اتصال آخر، أخونا شريف من المدينة، تفضل أخوي شريف. أيوة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ فيه طيبين، حياك الله. يا مرحبا، ممكن نكلم الشيخ؟ يسمعك الشيخ صالح. السلام عليكم ورحمة الله. سلام، حياك الله أخ شريف. كيف الحال شيخ صالح؟ الله يبقيك، حبك في الله يا شيخ. حبك الله وأجلك. الله يبارك في عمرك إن شاء الله. قول عام أنتم بخير جميعا. أنتم بخير أستاذ المشاهدين. آمين. الله يسلمك. لدي مسألة يا شيخ. نعم. أنا مقيم في المدينة، وبالنسبة لصلاة التراويح في المسجد النبوي أنا لدي إنسان عمل الساعة 10 تقريبا، وإذا صليت مثلا نصف التراويح في المسجد النبوي أفضل أم أصلي مع الإمام في المسجد الذي بالحي؟ ولدي سؤال آخر. تفضل تفضل شريف. بالنسبة لوقت النهي الذي قبل الظهر، هذا الوقت متى يعني بالضبط؟ قبل الظهر بساعة، نصف ساعة، 10 دقائق؟ نعم. شكرا لك شريف، شكرا العالم. شكرا لك، يجيبك الشيخ إن شاء الله. بالنسبة لصلاة التراويح حاول أن تزاوج، بمعنى إذا كان الإمام الذي تصلي معه في الحي يختم صلاته كاملة قبل أن يبدأ عملك فصلي معه حتى تدخل في حديث كتب له قيام ليلة، وإن كنت تستطيع أن تصلي بعد العمل آخر الليل فصلي ما استطعت في الحرم، ثم بعد ذلك أوتر لنفسك آخر الليل في الحرم. وأنصحك بالجمع بين هذا وهذا يعني حينا وحينا. أما بالنسبة لوقت النهي فإن أوقات النهي منها وقت مغلظ ومنها أوقات غير مغلظة، وكون الشمس في كبد السماء هذا وقت مغلظ، وهو قبل الأذان تقريبا حاليا بربع ساعة، فقبل الأذان بربع ساعة يعني مثلا تقريبا في زماننا هذا في المدينة مثلا من 12 إلا ثلث، 12 إلا ربع إلى 12 ربع لا تصلي، من 12 إلا ربع إلى 12 ربع لا تصلي. أختنا بشرى من جيزان. أختنا بشرى من جيزان، تفضلي أختي بشرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أبغى أسأل الشيخ؟ الشيخ أسمعك، تفضلي أختي بشرى. أبغى أسأل ما معنى قول الله تعالى وأطعم القانع والمعتر؟ من هو القانع ومن هو المعتر؟ القانع. تفضلي تفضلي السؤال الثاني. السؤال الثاني، شاهدت برنامج في احدى القنوات الفضائية كان المذيع يسأل رجل من الرجل، بس اظن انه ما هو مفتي، كان يقول له النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبس وتولى في وجه رجل، كيف ذلك وهو صاحب الخلق العظيم الذي مدحه الله وإنك لعلى خلق عظيم. شكرا لك أخت بشرة، شكرا لك، يجيبك الشيخ إن شاء الله. قول الله جل وعلا وأطعم القانع والمعتر، القانع هو السائل الذي لا يطلب، يعني الفقير المسكين الذي لا يلح ولا يسأل، فهو قانع بما أصابه ويعرفه غيره من حاله. وأما المعتر هو مسكين مثله لكنه يسأل الناس، فإذا سأل فهو مسكين معتر، وإن لم يسأل فهو مسكين قانع، ونحن مطالبون بإعطاء الاثنين. هذه الآية ذكرها الله جل وعلا في لحوم الأضاحي. أما ما ذكرته عن عبس وتولى هذا حررناه في الأمس، لكن ينبغي أن يفقه الناس الفرق ما بين حديثنا عن النبي وحديث الله عن نبيه. فالله جل وعلا قال عن نبيه وهو عبد من عباده صلى الله عليه وسلم، عبد لربه، قال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى،
فهذا عتاب من رب العزة جل جلاله لنبي من أكرم أنبيائه. أما نحن في كلامنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لا نقول مثل هذا اللفظ، يعني لا نأتي بالسياق بهذه الطريقة، مثل وقول الله جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى. فلا يأتي أحد يتكلم عن نبي الله آدم وهو أبونا ويقول آدم عاص، إنما يذكر الآية بسياقها حتى يفهم المراد منها. يذكر الآية بنصها، يذكر الآية بنصها تأدبا مع أنبياء الله. طيب معنا الأخت أم عبد العزيز من مكة، تفضلي أم عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير. وأنتم بخير إن شاء الله. ممكن أكلم الشيخ؟ يسمعك الشيخ صالح، تفضلي. يا شيخ، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحديد: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. إذا كان أصحاب الرسول بينهم فرق في الدرجات، فكيف بنا يا شيخ؟ وإيش الآية أو الحديث اللي ممكن نتسلى بها فإنه الله سبحانه وتعالى يرفع درجتنا لهؤلاء البلاد؟ شكرا لك. الصحة. في سؤال ثاني أم عبد العزيز؟ أيوه. دوبها خطرت لي خاطرة والشيخ بيتكلم عن خلق الجن والملائكة أنهم خلقوا من مادة مضيئة سواء من النار أو النور للملائكة. نعم. ولكن الإنسان خلق من يعني من مادة عاتمة اللي هي الطين. نعم. فهل نفخة الله سبحانه وتعالى لآدم هي النور الذي يضيء الإنسان سبحان الله؟ والرسول يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا. نعم. وجزاكم الله ألف خير على هذه الفرصة. جزاك الله خير أم عبد العزيز وأشكر اتصالك. بالنسبة ما ذكرتموه من آية الحديد فهذا حق، فليس الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جليل قدرهم وكلهم عدول في مقام واحد، وهذا أصلا في كل مخلوقات الله، فحتى الرسل ليسوا في مقام واحد، ولا الصحابة في مقام واحد، ولا المؤمنين في مقام واحد، ولا الملائكة في مقام واحد، وما منا إلا له مقام معلوم، هذا أمر. لكن كثرة الأعمال الصالحة عظيم اليقين والإيمان في القلب به يزدرف المؤمن وترفع درجته، فلا يمكن أن يستوي عند الله من أسلم ابتداء وهاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين وأنفق مع من تأخر عليه وجاء بعده من الصحابة، لكن الله قال: وكلا وعد الله الحسنى. فنحن مطالبون بأن نعمر أيامنا وأوقاتنا بطاعة الله، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت ونادي إذا سجدت به اعترافا كما ناداه ذنون ابن متى، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. أما ما ذكرتيه من قضية النور وغيره فأتوقف في التعليق عليه، لكن يعني من إكرام الله جل وعلا لأبينا آدم أنه نفخ فيه من روحه. نعم. أخونا عبد الله من ينبع، تفضل أخونا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن كلمة الشيخ صالح؟ اسمعك الشيخ صالح، تفضل. السلام عليكم شيخ صالح. حياك الله أخ عبد الله. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير الله يحييك. تفضل الله طاعتكم. آمين. عندي سؤالين يا شيخ صالح. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، اللي ذكرته أمس على قضية إنه الشاب نشأ في طاعة الله، فأنتم قلتم إنه الشاب اللي هو يؤدي الفرائض أفضل من الشاب العاصي. طيب يا شيخ، إذا كان مثلا هذا الشاب العاصي يعني بعد المعصية يرجع إلى الله مباشرة، لكنه يعني مع غلبة الهوى والشيطان، وتعرفون أنتم الشباب يعني يقع في المعصية، كنا نتكلم أستاذ عبد الله عن قضية الكبائر، فقلنا لا. من كان له طاعات كثر مع الكبائر لا. أفضل منه من ليس له طاعات كثر لكنه لم يرتكب الكبائر، واحتججنا بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: السلامة لا يعدلها شيء، بناء على قول الله: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. طيب يا شيخ صالح، السؤال اللي عندي هو الآن يقع في المعصية، لكن حتى هو واقع في المعصية يعني يشعر بالذنب ويتوب مباشرة؟ هذا يدل على رقة قلبه وسلامة صدره وقربه من ربه: إن إبراهيم لأواه حليم. طيب في سؤال آخر يا شيخ صالح. تفضل عبد الله. يعني إذا كان مثلا الشاب يعني يقع في المعصية ثم يبقى أثر المعصية عليه لوقت، يعني يبقى مهموم ويبقى تعبان، يعني حتى في صلاته تؤذيه هذه المعصية، يعني ماذا يفعل حتى ينساها؟ وخاصة أنه فعل كل شيء
يعني. إذا كان أثرها حميدا بحيث تجعله يصلي أكثر من الصيام أكثر من الاستغفار فحسن بقاء أثرها. أما إن كان أثرها يدفعه إلى القنوط وإلى اليأس من روح الله جل وعلا وإلى ترك الدين والتخلي عنه فليس حسنا بقاء أثرها. فلينظر كيف بقاء الأثر. فإن كان بقاء الأثر يدفع إلى الطاعة فنعم بهذا الأثر. وقد قيل إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض كان يستحي أن يرفع رأسه إلى السماء حياء من ربه لأن المعصية وقعت منه في الجنة عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. تحدثنا عن تشكل الملائكة وأن الله سبحانه وتعالى وهب هذه الصفة وكذلك الجن يتشكلون. هل ورد أن الملائكة تشكلت على أشكال بعض الصحابة الكرام؟ نعم ورد في دحية الكلبي رضي الله عنه. ودحية كان وسيما. وهذا يجعلنا نعيد الحديث في قضية أن الملائكة من خلقهم أنهم مضرب جمال. فالله جل وعلا يقول في خبر نسوة يوسف قال فلما رأيناها. من الرائي؟ النسوة. النسوة. من المرئي؟ يوسف. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا. الآن بلغة الإعجاب نفوا عنه البشرية فلا بد أن يضعوا بديلا. وهم قالوا في الأول أكبرنه يعني عظمنه. إن هذا إلا ملك كريم. ومعلوم يقينا أن هؤلاء النسوة لم يرين الملائكة قط. لكن في النفس البشرية مؤمنة كانت أو كافرة طبعت فطرت على معرفة أن الملائكة مضرب الجمال. الله يقول عن جبريل ذو مرة أي ذو خلقة حسنة. فاستقر في الأذهان في العقول في القلوب في الناس جميعا أن الملائكة مضرب الجمال. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان في مسحة جمال شديدة جدا. يقول ما رأني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. فقال عليه الصلاة والسلام عنه عليه مسحة ملك. فدحية رضي الله عنه كان وسيما جدا. ونقل في هذا آثار كثيرة في كتب التراجم. فلما أراد جبرائيل أن ينزل في صورة أحد من الصحابة اختار أقربهم إلى الملائكة هيئة من حيث العموم وهو جمال دحية. فكان يأتي على صورة دحية الكلبي. ولهذا كان دحية يدخل على الملوك وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود صلى الله عليه وسلم. الملائكة في القرآن موضوع له طرائق وأوجه كثيرة. ولعلي أقترح عليك بعض الطرائق اللي نتحدث عن تلك الآيات. فلو بدأنا عن بعض الآيات التي تثني على الملائكة الكرام. أثنى الله جل وعلا على ملائكته الكرام في كتابه العظيم ثناء عاطرا وفي ذلك أوجه. منها كما تعلم القسم بهم. فإن الله عظيم لا يقسم إلا بعظيم. وقد قال جل وعلا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. فأقسم بهم حال اصطفافهم في الملأ الأعلى وأقسم بهم حال زجرهم للسحاب وأقسم بهم حال تلاوتهم للذكر. هذا من ثناء الله جل وعلا على ملائكته. وقال عنهم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال عنهم يخافون ربهم من فوقهم. وقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذه بعض الآيات. وقال بأيدي سفرة كرام بررة. فهذه كلها من ثناء الله جل وعلا عليه. نلحظ من ثناء الله عليهم أمرا عظيما وهو أن الله جل وعلا وصفهم بالعبادة والخشوع والخضوع والخوف والفرق منه جل وعلا. إذن نحن حتى نرقى بإيماننا نرقى بأنفسنا. وهذا المقصود الأسمى من هذه اللقاءات أن نتوخى هذا الهدي في الملائكة فنحتذي به. جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما روى ابن جرير من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنهما إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. فإذا أوحى الله جل وعلا إليه بما شاء مضى جبرائيل على كل سماء. كلما مر على سماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. وهذا ذكره الله في القرآن جملة. قال الله جل وعلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا نوع من ثناء الله جل وعلا على ملائكته.
أثنى الله عليهم بالأدب، فإن جبرائيل لما كان يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك وما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فأخبر أن ليس بيدهم حول وليس بيدهم طول، وهذا دلالة على كمال عبوديتهم، وكمال عبوديتهم نوع من ثناء الله جل وعلا عليهم، ولهذا نعتهم الله جل وعلا بهذا الأدب الجم. وهذا الأدب قيل إن الأدب مع الله جل وعلا هو الدين كله، والإنسان حتى إذا سأل أو أصيب ببلوى أو ناله ما ناله من نقصات الدنيا لابد أن يكون متأدبا مع الله، فيعلم أنه لا انفكاك أولا من قدر الله، ثم ما يصيبه يحاول أن يعالجه بالصبر واللجوء إلى الله تبارك وتعالى والاستكانة لقدره تبارك اسمه وجل ثناؤه، ويحاول أن لا يخطط لنفسه طريقا يرى فيه معصية لله. فجبرائيل يحب النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك قال كما قال الله عنه: وما نتنزل إلا بأمر ربك، نحن مسيرون مأمورون لنا رب. وهذا كله من كمال أدبهم ومن ثناء الله جل وعلا عليهم. كذلك أثنى الله جل وعلا عليهم بأنهم التزموا التسبيح، والتسبيح ثناء عظيم على الله، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ويسبحونه وله يسجدون. في الخبر الصحيح: أطت الملائكة وحق لها أن تعط، والله ما من موضع أطت السماء وحق لها أن تعط، والله ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. فهذا يخبر صلى الله عليه وسلم عن حال أهل الملكوت الأعلى في عبادتهم ربهم جل وعلا. هذا كله مندرج في ثناء الله جل وعلا على هؤلاء الملائكة المقربين عليهم السلام. أختنا ملاك من جدة، تفضلي أخت ملاك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. مساء النور، حياك الله أخت منال. وكيف الشيخ؟ الشيخ صالح اسمعك. السلام عليكم. حياك الله أختي. تفضلي أخت ملاك. أنا عندي جدة يعني تعبانة ما تقدر تسمعني عادي. ما تقدر إيش عفوا؟ يعني ما تقدر تصوم. تصوم؟ أيوة. مريضة يعني؟ أيوة يعني نفس ونفس. بوعيها؟ إيه؟ واعية؟ يعني واعية. لا، قدرتها العقلية واعية ودخلت في الخرف؟ لا واعية. واعية يطعم عنها. إيه؟ تطعم عن كل يوم مسكين. تطعم عن كل يوم مسكينة، كان أنس رضي الله عنه يفعله. ذكر بعض الملائكة بأسمائهم الصريحة في القرآن هذا تعظيم لهم، ومن الذي ذكر؟ ذكروا جملة وهذا ظاهر، وذكر خمسة منهم بأسمائهم الصريحة: جبريل في البقرة والتحريم، وميكال في البقرة، وهاروت وماروت في البقرة، ومالك في الزخرف. قال الله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقال جل وعلا: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فسماهم ملكين. وقال جل وعلا في الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهؤلاء الخمسة الملائكة الذين ورد ذكرهم الصريح، أسماءهم الصريحة وردت في كلام الله جل وعلا، وجبريل ورد في سورة التحريم: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وذكر في غير هذين الموضعين بوصفه: ذي قوة عند ذي العرش مكين، علمه شديد القوى، ولقد رآه بالأفق المبين، نزل به الروح الأمين، وغير ذلك من الآيات التي جاء فيها ذكر جبرائيل بالوصف لا بالاسم. ذكر الاسم الصريح هل فيه إيحاء بالأفضلية؟ ليس بالأفضلية المطلقة، لكن فيه تشريف له، لأن أحيانا ننظر مناسبة الآية. فمثلا اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا أبا القاسم، ثمة أسئلة نسألك إياها، فإن أجبت عنها فنحن نتبعك. فسألوه: كيف ينزع الولد إلى أبيه؟ ما الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه؟ فكان جبريل يعلمه ويجيب. فقالوا: يا أبا القاسم، بقيت واحدة، إما اتبعناك وإما فارقناك. فأخذ عليهم المواثيق وما أخذه يعقوب على بنيه فوافقوا.
قالوا يا أبا القاسم من وليك من الملائكة؟ قال ولي من الملائكة جبريل. فتراجعوا ونكسوا وقالوا هذا الذي ينزل بالحرب والقتال، لو كان وليك من الملائكة ميكال الذي ينزل بالقطر والرحمة لاتبعناك. فأنزل الله جل وعلا قوله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. أما خبر هاروت وماروت فإن هاروت وماروت على الصحيح ملكان كريمان، حتى يبتلى الناس بالسحر ويقع فيه فتنة ويميز أهل الحق من أهل الضلالة من أهل الباطل، بعث الله هذين الملكين ومعهما أصول السحر، لأنه يظهر أنه ليس للناس عهد من قبل بالسحر، فأخذ يعلمان الناس أصول السحر حتى يبقى السحر في الأرض، فيبتلى الناس فيه ما بين متبع وتارك. فقال الله جل وعلا، الآية عموما تتكلم عن اليهود، وأنه بعد أن مات سليمان عليه السلام زعم اليهود وغيرهم أن سليمان ما كانت سيطرته على الجن من باب علو كعبه عند ربه ولا من باب فضل آتاه الله جل وعلا إياه، وما كان ذلك بقدرة آتاه الله إياه. فتساءل الناس إذن كيف كان يقدر؟ قالوا له إنه من السحر، كان بيده سحر سحر به الجن. فقال الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. فلبرأ الله سليمان مما زعمته يهود له ونسبته الشياطين إليه، فقال الله جل وعلا واتبعوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. فما هنا موصولة ومعنى الآية والذي أنزل على الملكين ببابل، وأنا أختار أن هذا من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. معنا أخونا محمد الشهري من الرياض، تفضل أخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أودنا أسأل الشيخ. الشيخ اسمعك، تفضل أخوي محمد. السلام عليكم. حياك الله أخ محمد. وعليكم السلام. كيف الحال الشيخ صالح؟ الله يحييك، يعلم الله أني أحبك يا شيخ. أحبك الله وأجلك. السؤال يا شيخ الله يحفظك، معلوم أن مصير الإنس والجن يوم القيامة إما إلى جنة أو إلى نار. نعم. طيب مصير الملائكة سؤاله؟ الملائكة ليسوا مكلفين، فهم إما خزنة نار أو خزنة جنة، وبعضهم على ما كان عليه قبل يوم القيامة من حمل العرش والتسبيح والتهليل وذكر الله تبارك وتعالى، لأنهما ليس من أهل التكليف، والجنة والنار إنما خلقتا لأهل التكليف، لكن خزنة الجنة من الملائكة. الله يقول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وقال على أهل النار، قال أخبر أن أهل النار ينادون خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، وحملة العرش هم حملة العرش، والعلم عند الله. أريد توسيع الحديث عن جبريل بصفته المؤتمن على الوحي، وما علاقة جبريل بهذه الأمة؟ علاقة جبريل من هذه الأمة من علاقته العظيمة بنبينا صلى الله عليه وسلم، فجبريل أمين وحي الله، وهو عليه الصلاة والسلام في اتصال. تأخذ اتصال؟ لا تفضل، أكمل. جبريل قال عنه ورقة بن نوفل هذا الناموس الأكبر الذي أتى موسى. ففهمنا أن جبريل له علاقة بالأنبياء من قبل، فهو عبد ملك رفيع المكانة جليل القدر عند الله، وظاهر القرآن أنه أفضل الملائكة، وقربه وفضله أورثه خضوعا وخشوعا. في الخبر مررت ليلة عرج بي وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. الحلس البالي الشيء الذي يعني ذبل من كثرة الجلوس عليه، وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. له بالنبي صلى الله عليه وسلم أمور، منها وجبريل على عظمته منها أنه الذي نزل بالوحي عليه، اقرأ ما أنا بقاري، نزل به الروح الأمين على قلبك، وهو الذي علم نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. وكان يأتيه في رمضان، ونحن الآن بشهر رمضان، يدارسه القرآن. ما معنى يدارسه القرآن؟ يقرأ جبريل
ثم يقرأ نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قول هو الأشهر. والقول الآخر أن يقرأ جبريل ثم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآيات التي بعدها. فالإنسان في بيته مع أهله مع أقرانه مع زملائه مع مشايخه إذا أراد أن يدرس القرآن بهذه الطريقة، إما تقرأ وتعيد أو تقرأ وتتم. فجبرائيل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة، فلما دنا الأجل بعث له شارة توديع فدارسه القرآن مرتين. فقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة: إن جبريل كان يدارسني القرآن في كل عام مرة، ودرسني القرآن في هذا العام مرتين، وما أراه إلا حضور أجلي صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر عليه الصلاة والسلام. نبينا بشر يمرض، فلما يمرض ويوعك يأتي جبريل ويرقيه ويقول: بسم الله يرقيك والله يشفيك من كل شر يؤذيك. جبريل يرقي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يجعلنا معشر هذه الأمة نزيد حبا لمن لجبريل، لنرى قربه من رسولنا صلى الله عليه وسلم. عرج به صلى الله عليه وسلم، من كان معه؟ جبريل. عاد إلى الأرض، أخبر قريشا، كذبته قريش فيما قالوه فيما استدركوه: صف لنا بيت المقدس. سؤال في موضعه، لتقول أنك البارحة كنت في بيت المقدس، ما الفيصل بيننا وبينك؟ صف لنا بيت المقدس. فإذا بجبريل يجلي بيت المقدس للنبي صلى الله عليه وسلم، فيرى عليه الصلاة والسلام ويصفه. وهذا من رحمة الله بنبيه، يعني جبريل عبد والنبي صلى الله عليه وسلم عبد، فسخر الله جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام. هذه مثلا حالة. يوم من الأيام في أيام الدعوة الأولى يأخذ أبو جهل يتوعد وتهدد النبي صلى الله عليه وسلم وينتظر قدومه، فيأتي فيقدم عليه ثم يرجع ناكسا. تسأله قريش، قال: والله لقد وجدت بيني وبينه خندقا وأهوالا. قال عليه الصلاة والسلام: والله لو كلمني أو يعني حصل منه شيء لاختطفته الملائكة. هذا من نصرة الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم بجبريل. الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن الوحي ينزل على رسول الله، يسألونه عما كبر وصغر. قالوا: يا رسول الله، ما أحب الأماكن إلى الله؟ قال: المساجد. قالوا: ما أبغضها؟ سكت. فسأل جبريل فأخبره جبريل أن أبغض الأماكن إلى الله الأسواق، فيها ينصب الشيطان رايته ويكون فيها دمين الفاجرة، سأل الله العافية. المقصود أن جبرائيل معلم للنبي صلى الله عليه وسلم كما ترى في هذه المواقف. لهذا عظمت محبة هذه الأمة لجبريل. في يوم بدر كانت الراية البدرية تحتها جبريل ومعه خيار الملائكة ممن شهد بدرا، ولهذا قال حسان مفتخرا: وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. مفتخرا بأن جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حربه وسفره وسلمه في سفره وإقامته. هذا بعض ما يمكن أن يقال عن هذا النبي الكريم، عن هذا الملك الكريم عليه السلام. معنا أخونا ماهر من جدة. أخونا ماهر من جدة، تفضل أخوي ماهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخوي ماهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير يا شيخ. حياك الله يا أخ ماهر. عندي سؤالين يا شيخ. نعم. هل يمكن استشعار الملائكة في مجلس خير مثلا؟ والسؤال الثاني: كيف يمكن معالجة قسوة القلوب ونكون من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه؟ أما الأول لا يبعد وإن كان شيئا في القلب، لكن صعب أن يقال إنه بالعين، لكنه لا يبعد، وأرجو الله أن يرزقنا بعضه. وأما معالجة قسوة القلوب فهذا طريقها طويل، منها ما يتعلق بالإحسان إلى من هو دونك، هذا يتمثل في اليتامى، ومنها بتذكر الآخرة، وهذا يكمن في زيارة القبور، وبهذين أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلاوة القرآن واختيار الآيات غالبا التي أثنى الله جل وعلا فيها على نفسه، والقيام بها في الليل، وأن يكون للإنسان خلوة مع نفسه يحاسبها ويراجعها ويتلو فيها الآيات التي ذكرنا من ثناء الله على نفسه، هذا بإذن الله تعالج به قسوة القلوب
تجنب المواطن والأماكن التي يجهر فيها بالمعاصي ويقل فيها ذكر الله أو يعدم، فهذا مما يعين على لين القلب. لكن إن اعتاد الإنسان مثل تلك المواطن عياذا بالله وربما قسى قلبه، قال الله جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالإنسان يبحث عن مواطن التي يعظم فيها الله ويجل، فهذا أدعى لأن يلين قلبه. أختنا خديجة من جدة من الأردن، الأخت خديجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ صالح كيف حالك؟ الحمد لله بخير وعافية. تقبل الله طاعتكم. اللهم آمين. أسأل الله أن يجعلك مما قال الله فيه موفق الذين اتقوا إلى ربهم، موفق الذين اتقوا ربهم إلى جنة الزمرة. اللهم آمين. شيخ أنا والله حاولت كثير في البيت إلا دعائك، أسأل الله أن يستجيب منك، أسأل الله أن تدعي لي يشفيني الله ويثبتني على الدين. أنت الآن في شهر كريم، وادعو لنفسك يا أخت خديجة، أما أنا أقل مما يعني يراه الناس في، نسأل الله العافية. إن شاء الله. أشكرك يا شيخ وأشكرك على جميع محاضراتك، بارك الله فيك وجعلك إن شاء الله إمام لهذه الأمة. آمين. شكرا لك أخت خديجة. شكرا لك. شيخ، ثلاثة ملائكة موكلون بالحياة. جبريل عليه السلام موكل بحياة القلوب لأنه أمين الوحي، وميكائيل موكل بالقطر الذي فيه حياة الأرض وما عليها، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الأجساد يوم ذاك. هل من تعليق على مثل هذه؟ هذا فيه دليل على عظمة الله، وأن الله جل وعلا كما قال عنهم: وما منا إلا له مقام معلوم. فاختلف ما كلف الله جل وعلا به كل أحد من ملائكته. فحياة القلوب هي الأشرف، ومن هنا عرفنا عظمة جبريل، ولا يقل ذلك من حارث الملكين الكريمين الآخرين عليهما السلام. لكن حياة القلوب بالقرآن فنزل بالوحي، وحياة الأجساد حياة الأبدان المعيشية قوتها الأعظم الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وإسرافيل أوكل الله جل وعلا إليه النفخ بالصور، وفي الخبر أنه صلى الله عليه وسلم قال: وصاحب القرن قد التقم القرن وأصغى الأذن وأحنى الجبهة ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. قيل: يا رسول الله ماذا نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النفخ في الصور شيء مهول، وأوكله الله جل وعلا إلى ملك عظيم، وهو الذي يتقدم الناس أرض المحشر يومئذ، يتبعون الداعية لا عوج له. كذلك هذا القطر الذي نراه، يجب أن يعلم أنه ما من عام أمطر من عام، بمعنى ما ينزل من قطر السماء كل عام واحد، لا يزيد ولا ينقص. الكمية هي الكمية، الكمية هي الكمية. كالعام كالعام الماضي كالعام الماضي. لكن الذي يختلف مواطن القطر، الذي يختلف مواطن القطر. ولهذا قال الله: ولقد صرفناه بينهم، أي الماء، ولقد صرفناه بينهم ليذكر فيعتبروا. فهم يمرون اليوم على ديار جدباء، قد يمر عليها بعد عام وهي خضراء، وقد يمر عليها بعد عام قد دهمها الماء. فالذي حبس في الأول وأعطى بقدر في التالي وجاوز بالماء الحد في الثالث هو رب العزة جل جلاله، فيراه العبد وتسمو روحه أن يعرف ربه. ولهذا قال الله: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وقال: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا والله لا يسقيهم إلا الله قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إلى من أوكل الله هذا؟ أوكله الله جل وعلا إلى ملك كريم يقال له ميكائيل. وقلنا حياة القلوب نزل بالقرآن جبرائيل على نبينا صلى الله عليه وسلم، ملائكة كرام
ما أعظم منزلتهم وما أجل قدرهم عند خالقهم سبحانه وتعالى. معنا أخونا ياسر من مكة، تفضل أخونا ياسر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ اسمعك. حياكم الله يا شيخ، كيف الحال؟ حياك الله يا أخي ياسر، الله يثيبكم إن شاء الله. يا شيخ ما أدري، سبحان الله الشهر هذا هو شهر التدبر، يعني هل هناك يعني شيء يعني ترجونه له، يعني في فهم مقاصد السور، في أهداف السور؟ يعني أنا طلعت على كتاب الشيخ الغزالي من المحاور الخمسة في القرآن، يعني هل في يعني مثل هذه، يعني في مشاهد في القرآن، في يعني بعض الآيات اللي فعلا الإنسان حاول يا أستاذ ياسر تنوع في قراءاتك، التنوع في القراءات يحيطك أكثر علما، فلو قرأت في تفسير ابن كثير وحدائق الروح والريحان للهرري إن كان عندك 32 مجلد أمتع الله به، ومعالم التنزيل البغوي وإن كان مختصرا، هذه الثلاث وغيرها، جامع الأحكام القرآن القرطبي، إن شاء الله يعني تهتدي إلى كثير من الفوائد حول القرآن. وأنا يعني أثني على هذه الخصلة فيك، أنك تحرص في هذا الشهر الكريم على أن تفقه القرآن أكثر، وعلى أن تنال معارف تتعلق بالقرآن أجل. نسأل الله أن يثبتنا وإياك على الصراط. الحديث الذي ذكرته في بداية الحلقة أن هذه السماء التي لا ندرك أطرافها الواسع الشاسع، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيها أطت السماء وحق لها أن تأط ما منها، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك. ما البعد الإيماني في مثل هذا الوصف؟ يقول يعني أول ما يقرأه العبد سبحان من ذل كل شيء له، ومع أن السماء ممتلئة بالعمار إلا أن ربك غني عنه، هذا والله هو كنه العظمة، ممتلئة بالعمار الذين يذكرون الله ليل نهار لا يسأمون لا يفترون كما قال ربنا، ومع ذلك الله جل وعلا غني عنه. قد ورد في بعض الآثار أن لله ملائكة ساجدون منذ أن خلقهم، الله أكبر، وملائكة راكعون منذ أن خلقهم، فإذا كان يوم القيامة رفعوا أبصارهم، أهل السجود من سجودهم وأهل الركوع من ركوعهم، فإذا رأوا وجه ربهم تبارك وتعالى قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الله أكبر. يستفيد المؤمن قبل أن أنهي أن يعلم العبد أنك وإن لم توفق للطاعة فإن لله عباد غيرك وفقوا للطاعة، الله أكبر، لكن ليس لك ربا غير الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تلك الطاعة. ختاما نقول أن هذه الملائكة العظيمة عظيمة الروح والمهام والخلق تسبح الله وتستغفره ليل نهار لا تفتر، فماذا فعلت أنت أيها العاصي الذي تتقلب في نعمة الله ليل نهار؟ لقاؤنا معكم يتجدد غدا إن شاء الله في مثل هذا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.